اهلا وسهلا فيكم من جديد. رح نحكي عن البهارات ورح نحكي شوي عن البهارات المدخنه اليوم بفقره التغذيه مع رند الديسي. صباح الخير. صباح الورد. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ اهلا فيكي. صباح الخير. منورك حبيبتي. الحمد لله. انت اللي منوره حبيبتي. اشتقت لك عن جد. انا قبل رمضان ما شفتك. معقول بطلنا نطلع مع بعض؟ ما بزبط ما بزبط هذا الحكي. لن اقبل عن جد حبيبتي. اهلا وسهلا. طيب اذا اليوم بدنا نحكي عن البهارات المدخنه. انا اللي بلفت نظري بموضوع المدخن او اللي بلش نسمع عنه اللي هي المكسرات المدخنه. صح. دائما بيكون في مكسرات بيكون عليها بهارات مدخنة. المفروض انها تكون بهارات اللي عليها صح. بهارات بس كمان بتكون محمصة ومضاف لها البهارات نكهة التدخين. صح. للأسف لما نحن نحمص المكسرات بتفقد معظم المكونات الغذائية موارد. ومش بس هيك بتتحول المواد اللي فيها إلى مادة الأكريلاميد اللي هي تعتبر مادة مسرطنة. فالبهارات أو المكسرات المدخنة يفضل الابتعاد عنها أو حتى المحمصة ويفضل أن نحن ناخدها نية لحتى ناخد الفوائد الغذائية منها. يعني مبدئيا نبعد عن اي شيء مدخن. صح 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 تمام. هلا البابريكا المدخنه احنا بنسمع عنها يمكن. انا مش كثير بسمع عن بهارات ثانيه مدخنه ولكن هي البابريكا اللي بالفتره الاخيره عم نسمع انه بابريكا مدخنه وصراحه طعمها زاكي. صح. لانها هيك بتعطي طعمه للي بيحبوا الريح الشوي الشيء زي المشوي. مزبوط. زمان كانوا يعملوا التدخين عن طريق انه عن جد يدخنوا الماكولات انه يحطوا الفحم وعن طريق التدخين اللي بيطلع من الفحم تتدخن هاي الماكولات او البهارات. هلا هاي الشيء المش صحي والمش مفيد. بس هلا بطلوا يعملوا بهاي الطريقه. صاروا يعملوا او يضيفوا ماده التدخين او بهارات التدخين اللي هي عم تعطي هاي الطعمه. فاذا هي بهارات بتقلد طعمه الشيء المدخن بس ما بيكون نعمل فيه نفس البروسيس الغير صحي واللي هو بروسيس التدخين. حتى المشاوي لما نحن نعملها يفضل انه نحن لما نشوي يكون في عندي حاجز ما بين النار واللحمه او الدجاج او السمك اللي عم نشويه لانه ماده الحرق اللي بتعطينا الطعم المدخن للاسف هي الماده المسرطنه بالمأكولات اللي نحن بناكلها اللي بتزيد من خطر اصابه بسرطان المعده. صح. يعني قد ايه هو زاكي هذا الطعمه ولكن هي للاسف بالمقابل هي مضره كثير. صراحه هي زاكي كثير. يعني هاي الطعمه غريب قد ايش زاكي. يعني هلا يعني لما نحن بنعمل لما بنعمل الرز البخاري مثلا كذا بنحط فحم جوا هذا مضر؟ لا نحن بنبعدها يعني بنبعدها عن الرز تماما. احنا بنحط انا بالضبط بحطوهم مش بحطوها بفويل. زي فويل بحطوها جوا الرز وبسكروا عليه. مزبوط مزبوط. ما في مشكلة. لا ما في مشكلة بس طبعا. التدخين لا يعني تعرض المأكولات أو البهارات للنار على شكل مباشر هون بصير عندي المواد الضارة. الضارة. طيب لو نحكي عن البهارات بشكل عام. أوكي. ومنقول هي دائما لها فترة صلاحية ودائما بنصحه إنه أنت خليها عندك حب وصيري اطحني كل فترة أو ما تشتري كميات كبيرة كل فترة. نضلنا نجدد كمية صغيرة. ليه هذا الحكي اللي بيحكوا لنا إياه؟ صح. هلا نحن للأسف طريقة تخزين البهارات عندنا بالبيت بتكون غلط. عادة ما نحن بنحط رف البهارات أو اللي بتكون بنخزن فيها البهارات جنب النار. فبتضل دائما تتعرض لدرجة حرارة عالية. رطوبة كمان. وبالضبط الرطوبة، الرطوبة بتولد العفن والفطريات. فهون أنا بخاف من هاي الفكرة خاصة إنها بتكون مكدسة محطوطة تحت أشعة الشمس مش بمكان غير رطب بمكان جاف. بتكون تحت أشعة الشمس بالإضافة إنها بتكون جنب الفرن. فدائما في عندي مصدر للنار أو للحرارة عالي. هذا الإشي بيزيد من خطر الإصابة أو من خطر تكاثر البكتيريا الفنجس أو حتى الفطريات بهاي البهارات وبتعفن أسرع. ومش غلط أنه نحن ننتبه لهاي الفكرة نحطهم بالخزانة بمكان بعيد عن النار بعيد عن الفرن وما تكون دائما بجانبه. هيك بيضاينوا أكتر. بيضاينوا أكيد لفترة أطول. هلأ لو نحن أخذنا بهارات بعد مدة صلاحيتها أو مثلا أنا فتحت علبة البهار السماء ونسيت إمتى كان مدة صلاحيته وفرغته بتبروير مثلا أو فرغته بعبوة زجاجية وأنا نسيت إمتى تاريخ بجوز من 6 أشهر من سنة ما أعرف. بالضبط. ممكن أعرف إما عن طريق الطعم. إذا كان لسه الطعم قوي فهون البهارات لسه بتكون عندي طازجة. إذا كان عنده ريحة قوية يعني الزيوت الموجودة بالبهار لسه ما تبخرت فهذا الإشي بيعطيني مؤشر إنه هو لسه طازة. وكمان بنفس الوقت ممكن أشوف كيف الشكل تبع البهار إذا راح لونه بيكون هو قديم بصلاحيته. إذا نحن أخذناهم ومش متذكرين إمتى تاريخ الانتهاء ما بضر ما بيؤدي إلى تسمم غذائي بس الطعم ما رح يكون مستساغ. بس بدي أنتبه من فكرة إنه ما يكون متعفن أو ما يكون فيه نسبة رطوبة عالية. هو أصلاً على فكرة لو بده يتعفن أو بده يصير فيه مشكلة من الرطوبة ممكن يطلع فيه دود كمان. يعني ممكن يطلع فيه هاي سوس أو الدود. سوس صح. أو دود بقلب البهار إذا زادت مدته. عشان هيك يمكن الحل الوحيد هو إنه نجيبه حب مثلاً ونحفظه بمكان جاف ونطحن أول بأول نحن وقت ما نحتاج.
هلا انا هيك بعمل بطحن اول باول يعني. حلو ما شاء الله انا قد ما بسحب. وانت اكيد مش لحقتي ما رح تلحقي يعني يا دوبك تطحنين بتستقبلي. بس في كمان شغله سوري اتفضلي. كنا بدنا نسال عن البهارات ولها دور كثير كبير في علاج كثير من الامراض وخاصه السرطانات وبالفتره الاخيره مثلا برز الكركم مزبوط بهذه الامور وصارت الناس تشجع انه نحطه بكل شيء. قد ايه مدى صحه هذا الكلام وقد ايه في دراسات اثبتت بانه هدول البهارات ممكن يكون فعلا لهم اثر في الوقايه او حتى في علاج بعض السرطانات؟ طبعا هلا هاي المعلومات مثبته علميا انه في عندي 5 أنواع من البهارات اساسيه لكل شخص بيعاني من امراض السرطان او لكل شخص عنده حدا من عيلته مصاب بالسرطان، وهذا إشي اكيد بزيد من خطر اصابه الشخص نفسه بالسرطان بالعامل الوراثي اكيد، او حتى الاشخاص اللي حابه تقي اجسامها من السرطان بشكل عام ومن تكاثر الخلايا السرطانيه. تثبت هاي الدراسات انه اول توابل أو بهارات مثبت علمياً أنه بدافع عن الجسم من الخلايا السرطانية وبتعمل على تثبيت أكشن الخلايا السرطانية هو الكركم. الكركم فعال جداً بالتخلص من الخلايا السرطانية وبتمنع تكاثرها وبتمنع انتشارها وحتى بتمنع وجودها بالدرجة الأولى فهو جداً مفيد. يفضل أنه نحن ناخده على شكل جذور الكركم، موجود بالأردن ولكن بمحلات معينة، مش الجذور الناشفة، الجذور اللي لسه رطبة مثل جذور الزنجبيل. فوائد الغذائية عديدة، يفضل أنه نحن نضيف للكركم الفلفل الأسود واللي كمان الدراسات بتثبت أنه هو مضاد للسرطان وخاصة سرطان الجلد. وبنفس الوقت لما نحن نضيف الفلفل مع الكركم بفعل المادة اللي موجودة بالكركم واللي هي الكركمة. Exactly. الكركمة. So وجود البابرين واللي هو المادة الفعالة بالفلفل الأسود بفعل المواد الغذائية الموجودة بالكركم، بصير النتائج عندي مضاعفة. ضروري جدا اي شخص يتناول الكركم على شكل يومي، ما نضيفه بس على المأكولات، لانه انا بس اضيفه على الرز بحط معلقه لكاستين رز، فانا ما عم باخذ شيء من الفوائد الغذائيه. كيف ممكن ناخذه؟ ممكن احطه بكاسه مي؟ قد ايه لازم اخذ مثلا معلقه صغيره؟ كوب باليوم كافي. كوب معلقه كوب كركم؟ كوب كركم. قصدك معلقة في كوب مي كركم؟ بالضبط أكيد. كوب طبعاً يعني بنحط المي وبنحط فيه الكركم، إن كان مطحون بناخد نص معلقة شاي، أو إن كان طازة بناخد معلقة شاي وبنغليها لمدة دقيقة أو دقيقتين. بنضيف عليها الفلفل، أو ممكن إذا نحن ما بنحب طعم الفلفل نبلع حبة فلفل، الفلفل غير مطحون، ناخد حبة وبنشرب بعديه كوب من الكركم. خلينا نعملها عادة يومية بالليل إنه نحن والله ناخد هاي الكاسة. حلو. طب سريعاً الثلاث بهارات الباقيين ما خلص الوقت، شو ضل عندنا؟ بس ما بدي الزعفران. شو الثلاثة؟ الزعفران صحيح هو سعره كتير غالي جداً. بس له فوائد غذائية عديدة ومهمة جدا، يفضل انه نحن نصير نستهلكه كمان كمواد خام مش بس من خلال الطبخ. الهيل بيمنع تكاثر الخلايا السرطانية وبنفس الوقت بزيد من الانزيمات الموجودة بالجسم اللي بتعمل على التخلص من السموم، فالزعفران كتير فكرة لذيذة انه نحن نضيفه. والهيل واكيد كمان لما نحكي عن القرفة هو مضاد للالتهاب، بيعمل على التخلص من الجذور الحرة الفري راديكلز، وكمان بنفس الوقت مثل ما هو بخفض من نسب السكر بالدم بحافظ على البنكرياس بالإضافة للمعدة من سرطانات البنكرياس أو المعدة. طب كتير حلو. طب شو رأيك بحدا بيجيب هيك كاسة الصبح كاسة مي وهيك ويحط فيها 5 بهارات هدول؟ أنا بخاف من خلط البهارات مع بعض. خلط مش مزبوط. خلط بخاف منه بصراحة، لأنه ممكن يكون المواد تتضارب كذا. طيب يعني المهم نشرب، نحاول قد ما بنقدر من هاي الأشياء طول اليوم، لأنه القرفة بنقدر نشرب يومي. طبعا القرفة كثير زاكية بدل الشاي اكيد، وما بتسحب الحديد من الالياف من الخضار. بالضبط. فممكن اخذ القرفة بعد الظهر وبالليل ناخذ كوب الكركم مع حبة من الفلفل الأسود. كثير حلو. اذا معلومات كثير مفيدة ومهمة، بدنا نشكرك عليها. رند اليوم شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا.